مساء الخير. الأكاديمية ما بتنام، الطلاب بنشاط مستمر ودايماً عندهم ابتكارات ومشاريع ومواقف وتحركات، وفريق عملنا كمان ما بينام، بيلحقن 24 على 24 لينقلكن كل أخبارن. سكينة خارج المنافسة وأصدقاء مثل العادة كانوا مأثرين لرحيلة. ولك هلا احلى صف كان عندي بالاكاديمي صف مدام ميري. بتعرف شو رح يصير فيكم؟ كلكم رح تنشزوا بالبرايم. احذروا ليه؟ لانه ما في اصعب من واحد يوصل الليل مع النهار. هلا ما رح تحسوا بعد قبل الظهر، بس من بعد الظهر ومن رايح رح تتعذبوا كثير ورح تتعبوا كثير، لانه ما تنسوا انه لا بلشنا ناكل نعس ونوم. اكثر شخص غنفتقده في البنات اللي وقفت معايا وقفت راجل يعني هي دينا. انا مش قلت لك كذا مره ما تكوني متضايقه تيجي تتكلمي معايا؟ ومن الشباب اكيد بزاف، انيس وايهاب ومروان اكثر اشخاص غنفتقدهم هنا في الاكاديميه. يوم راني معاك قدوه تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حدا. اسوأ حاجه عشتها بالاكاديمي هي تعصبات كثيرة اللي ما كنتش باغا نوصل لها. مش عايزة يا دينا، مش عايزة، بليز أنا مش عايزة، مش عايزة دينا خليني. افتحي بس ثواني، خليني لوحدي. طب عايزة حضن منك. طيب مش عايزة. افتحي بس، عايزاكي والله. مش عايزة أنا يا دينا، خلاص تركي. عشان خاطري، عشان خاطري. بليز بليز دينا، بليز خليني. والمومون اللي هو زوين، اللي عشته زوين، هو طبعا كاع لي مومون اللي عشتهم هنا عشتهم زوينين، ولكن يوم الهالوين يعني كان كثير حلو، خصوصا لما تفركشت على الدرج. سكينة عليك با 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 با. يلا 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 هاي يلا نشوف. انا طبعا اكثر وحده بتلعب بليار، يعني بعترف انه انا ملكه البلياردو. فكان بيلعب معي معالي. انت حتعمل ايه؟ اثنين تبعي. تقدر تنسحبي ترى، تقدر تنسحبي ان شاء الله، تقدر تنسحبي ترى. وهم اصلا ما كيعرفوش يلعبوا، انا هي اللي كتعرف تلعب مزيان. خلص دابا بدي فيلم الاكاديمي ما حدا بيلعب معهم بيار، يعني خلص ما حدا بيضلوا يتفرج على منافسه قويه. بعيده 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 ما حتجي. شوفي لازم تاخذي لك كورسات. تعلمي تعلمي. يلا العب العب يا لعيب. فستار اكاديمي بالنسبه لي غير لي حياتي 180 درجه، يعني 180 درجه تغيرت. وفرحانه بزاف انني كنت طالبه متطلب ستار اكاديمي، هادشي شرف ليا اكيد، وكنتمنى نكون شرفت بلادي. كلمه المي قدام كلمه الاه زبطت اكثر. مدام ميري الام الحنونه، مدام كارلا الفن الراقي. صورة العروس مشهوره بالذهب. مدام ليسلي اكيد الفن الراقي ونوطه. ولا مره توصلوا على اخر النفس وتكونوا بعدكم عم تكملوا، او حتى اذا اخر وحده بتحسوها بدها تكون مزروكه ما تعملوها. مدام كلوديا القوه والحنان في نفس الوقت. ليكو كل واحد فيكم هلا نحن معودين انه الكوبل هو ثنائي، يعني هليك ومس تهلك ويا لا مش بالضروره نروح نجيب كوبل، يعني ناس عاملين غنيه ديو. لا مدام بيتي شخصيه حلوه
وشخصية لما تشوفها تحبي الحياة يعني. يلي ما عم بيقدر يشتغل مع شخص وهمي منجيب له شخص تاني معه. تاني مرحلة منحكي معه. أستاذ ميلاد يعني دوا الفرح. طيب أحمد بتحبها قلبها طيب بتصدقيون أو عم بيكذبوا؟ أستاذ مارسيلينو أكيد سبور وهيك واو كثير بحب هالصف فأصحابي عم يتمسخروا علي يقولوا إن أنا بحبه بس أنا كثير بحب صف سبور مشان هيك بحب أستاذ مارسيلينو كل شيء عملتي بطبيعتك بطيبتك بالأكاديمية انت خليتي آثار عند كل واحد فينا كل واحد فينا حكي لك الله اوكي ناسين مش جنب المايك بالحق يعني عندي صوت رعب كرت فتح صوتك ان شاء الله ترجع المغرب وتعمل حاجه باهيه وتشوفوك ان شاء الله ستار كبيره ان شاء الله ان شاء الله صوت شيء ناس عادي ولا نهار زعلت مني من الأكاديمية حتى وقت اتخنقنا ما رح لك شيء بقلبي بالعكس بحبك كثير وانتبه على حالك بتعقدي كيف ما كنتي ما تغيري مع اي حدا كمان حدا ولا اي شيء بتعقدي كيف ما كنتي بحبك وراح نتوحشك وتطلعي في روحك هذا ثلاثة تطلعي في روحك بزين اكيد وخدمي من اقدع البنات اللي شفتها في الاكاديمي دايما بحس ان انت يعني بنت جامده كده راجل ب 100 راجل عندها في مصر بيقولوا يعني وصوتك طبعا يعني ما فيش كلام عليه شكرا على طيبتك وعلى تربيتك وعلى مصداقيتك ويا الكل ما عنديش هدرة نقول عليك انت عارفه شحال كنبغيك وكمليه وكتستاهلي وصوتك كيحمق انت عارفه هذا الشيء غنكمل ان شاء الله انت لقى في المغرب اكثر واحد كنبغي هو اياه سكينه حمق عليك هتبقاي عزيزه عليا اكيد هتخرجي من البرنامج وغيجيك عروض ان شاء الله انا عارف ان شاء الله انا عارف اللي هتكلميها بالعربي في المغرب ان شاء الله عندك شيء بصوتك كثير حلو اللي بدي اطلب منك انه الحياه انه ما خلصت هون المشوار هذا الشيء كله بالعكس وما بتعرفي يمكن انت توصلي اكثر منك المصور حتى لو طلعتي ابكر وما بتزعلي مني من شيء لا بالعكس اذا زعلانه ما تقولي ماني زعلانه كنت زعلانه مني لا لا كنت بس هلا نسيت كل شيء وانا بحبك كثير وانا كمان بحبك وحلو يعني راسك حلو كثير بمحلات ومحلات ببري بس انه ان شاء الله تعرفي توصفي الطاقه اللي عندك بطريقه مضبوطه وانا عارف انك انت هتطلعي تعملي حاجه حلوه في المغرب وهنسمعها قريب انا عن جد كثير فرحت فكري دايما فكري قبل ما تتصرفي بحياة لشيء وخاصه اذا بدك تفوتي بهالمجال لانه مجال كثير صعب اوكي انت فنانه صوت صوره واخلاق عصبيتك تتالي صح اذا الواحد ما كانش عنده صوت وما كانش عنده الاخلاق ما يقدرش يكون شيء ثاني ان انت انسانه طبيعيه مش مصطنعه اكثر شيء فاهمه اللي في قلبك على لسانك ودي احسن حاجه عجباني فيكي شخصيا بتحبي نفسك بتحبي نفسك شويه صغيرين يعني بس ايه بتحبي الناس اكتر ودي حاجه برضو بحبها فيك عن جد انا فخور كثير اني تعرفت عليك فخور كثير اني إنه كان بيننا أنت يوم من الأيام إنه تقابلنا وغنينا مع بعض وعرفتك. إيه شرف لي. وشرف للمغرب إنه صوتك يعني مغرب. سكينة بوسينا. بوسي يلا. بوسيها. سكينة ما تبوسيش لا يلا بقى حبيبي اقول لكم بوسينا عامله ازاي سكينة شو والله احلى احلى بنت مهضومه كثير مجنونه كمان كثير بحبها يعني كثير بتحب من قلبها سكينة ترتاح حياتها ما تنسوني وتذكروني كل يوم Love you! Love you! Love you! Love you! Love you.
قبل ما نتوقف مع بريك بدي أذكركم مشاهدينا أنه فيكم تكونوا بقرب الطلاب بالبرايم تشجعون مباشرة من مسرح ستار أكاديمي. ما عليكم إلا تشاركوا بالمسابقة عبر www.cbc-eg.com. بريك ومنتابع. أكيد بعد البرايم الفرحة ما كانت سيعة دينا لأنه كان بانتظارها رحلة على إزمير، فما كان فيها إلا تحضر حالة لمغادرة الأكاديمية. أيوة أكيد. أيوة يا دودو. بحبك قوي. كثير بحبك. هذا وحشني. طبعاً. مين أبوسه كل طب حبيبي؟ هتتركي مكانك يا بنت والله حاسه عليك معقول تروح دينا وتتركنا دينا هتسيبنا كده يعني الاسبوع اللي فات كان كنت انا في نفس المكان معقول تتركوه سيبوه ما تجيش معانا ليه حضرت الشنطه خلاص اكتر شخصيه في الاكاديمي هتوحشني جد ليك ما تنسينا يا ما تسافري كثير غلط كل ثلاث ايام رايحه وراجعه تعملوا لي منا اخبار تعملوا لي منا خبريه واشتقنا لك ليك جيبي لي شيء معك هيك ذكرى والله انه رافائيل والله شفت كيف شفت ازمير شوف المشاهد يا دينا شوف المشاهد في ازمير يا انا كان حلم حياتي اني اسافر تركيا حلم حياتي انبسطي 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 انسي انك تعرفي وحده اسمها هايدي وشو هايدي انسي الموسيقى يا اختي يا اختي تحجب لي حاجات حلوه من تركيا دينا توحشوني قوي الله يفرقك دينا دينا حبيبه اخويا ودينا مين لازم يكون بالتوب 5؟ هيدا السؤال كل الطلاب يسألوه بينهم وبين حالهم، لكن هالمرة تشاركوا أفكارهم مع بعض حول هالموضوع. شلون ما تفش ما تفش من الساعة 10 احنا غادي تمو بيت تسمعنا على خير احنا هنا عشان نحكي غسيل طبعاً خلاص اطلع ترك ولا طبعاً اطلع خلاص ايش حياتك يا تخيل لا مرتضى هو اللي بيحكم علينا الله الله يكبر ليه نير عن جد حتى الأكسجين أحس بعيد الساعة كم دلوقتي يا جماعة صراحة سهيل انت تستحق تكوني في توب 5 عن جد وي بس ما أنا جاية كله إن شاء الله الأسبوع إن شاء الله تدخلي التوب 5 زعفت بزاف لا أكيد تخش التوب 5 الأسبوع الجاي زعفت بزاف من اللي دخلت ولا مرة شفت روحي خرجت من الإيقاع ولا خرجت من ال شو قالوا لي صوتك برك ضعيف أوكي ضعيف بس ما زالوا صغير مش مفتوح حدمك حاجة مش بيدي صح يعني هذا شيء مش بيدي تخش التوب 5 وقفتي في المسرح مليحة أنت عندك أنت مليح نرقص مليح أنت ومروان يعني مروان وأنت مروان أنا مروان الوحيد اللي مصبرني كيشوفوا بلي ما دخلش توب 5 نقول على هنا ما ننزح ونقعد نسكت عن جد يعني مروان يستاهل مروان يستاهل مروان يستاهل إيهاب يستاهل إيهاب أنت ما تستاهلش صحيح خلاص الدفوة أنت وهايدي هايدي
خلاص انتوا الفيما تستاهلوا لسه هم باخذين على نفس القاع على نفس المستوى. لا 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 تستاهلوا اهم شيء بوع لي لما اكون احكي معك. كله سفرات الاسبوع الجاي متوقع ان انا هكون في التوب 5 توب 1 امين يا رب ان شاء الله يا رب. لا مرتضى انت طلعت اوت اوف تيمبو بس كان صوتك روعه. صوتك كان كويس صحيح. بس لا تمبو بس صحيح. اسمع لو ما كان صوتك روعه انا ما احفظ الاغنيه. على مود عيونك باقي افرح من كل اعماقي وطرك كانت نفى على مودك انت وبس. انت وبس وين؟ وانت رقدت وين؟ How deep is your love? رجلي. How deep is your love? It's like the ocean. شفت ايش بدك تضحك عليها؟ مرات ولا قصدي. ايديا؟ بس لحظة لا خلص. ما عم تطلع معك. It's like the ocean. ازداد الشين. قول ادراك مرات قصدي. اسمع. Is it? It. Like. The. فانت غلط كثير صادق. It's like the ocean. شبهت. It's like the ocean. With devotion. Buddy, you're a boy, make a big noise. لا عايزة أجرب ركز. خالي. علي. Buddy, you're a boy, make a big noise. Body, you're a boy. ماذا صاحبي أنت ولد. Body, you're a boy. Make a big noise. Wake up. خلينا نقل شيء ثاني. Yes. Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this bass. You would think I could be replaced now. I come from outer space. Okay. عندنا بك واحد انا قاعد اقول انه قلنا قلت كنا يا لطيف لما قلنا قلت كنا انا بقنا قلت بقعد لك عاد يلا بينا يلا شوف لا عنجد هلا story of my life انا لا جدا صعب علي story of لا بس انا والله انا احسن بالعربي لما اغني عربي. شوفي هو انجلش كلمه انجلش ما قالهاش ولا كلمه عربي اقولها لك وجه ترقص طب يلا علي انت لك وجه ترقص علي انت يلا story of my life searching for the right searching for the right but it keeps avoiding me But it keeps avoiding me. شفتوا نحن الانجليزي صعبين ما بدك تجاوب. يلا انت يلا عربي يلا خالي انا ابن اختك وانا خاني خالي خالي وانا ابن اختك وانا خاني خالي سعيده بالصوره لا خالي انا ابن اختك وانا خاني خالي خالي انا ابن اختك خالي 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 هلا ابن اختك خالي خالي لقعد لك على الدرب قعود حلوه يم عيون السود لا صعد واقطع لك عنقود انت واو ما بيه قولي لي بس لفي بينا يا دنيا سويها انجلش دنيا حلو يا دنيا لا عيد لف فينا ولا لف بينا يا دنيا دنيا برافو بريك صغير وبعدها بنرجع ليوميات ستار اكاديمي.
عبر www.starakarabia.com فيكن تعرفوا كل أخبار الطلاب وكل نشاطاتهم بالأكاديمية. وعية الطلاب الصبح إلى نكهة خاصة، فكيف وعي الطلاب منشوف سوا. وإيدا أوك عباس بالأحفاظ بس بقى شو بس بقى؟ قوموا وقف بعد ما وقف الكرش ما أنا كمان وقف الكرش يعني عجل كان عندكم كرش أنتوا إياه إيه وأنا كان عندي كرش أنا ما بروح كرشي أصلا لا أنا بص قوية كريستال فيها ها أي قوي أنا في الضياع يعني عم ناكل ناكل إيه؟ إحنا بقى حتفوت عيوني لجوا لاحظتوا شغلة إنه جينا على الأكاديمية مش كاتب غير مين أو حدا كم واحد كاتب إحنا بجمعة واحدة ما تركنا حد طلع ما تركنا حد شو كانوا رايقين يا زلمة كاتبين كاتبين عن جد كاتبين ليك كاتبين ابتسام عبد السلام علي شداد ابتسام وعلي شداد ليك كيف وصل نسيم لفوق لكتب هذا كتب له أخذ العمود. إيه أخذ من نسيم. حتى أنيس الكلام اللي كاتبه أنا مش فاهم منه حاجة. أنيس برحلة ستارت. إلفن وذلوف. يدي برحلة. آه. حنال عشوة لو بين حي عيب والحياة كانت هيلدا غنيت منيح. لازم نغير القطر نغير الصباح. تجديد بقى تعرف شو خليه هو هو. لا لا الفرق. هو هو. خليه وعوك على هو هو. الفرق ما بينك وبين أو ليك غنيت منيح غنيت منيح غنيت منيح غنيت منيح تخيل حطوها هيك غنيت منيح شعرات حلوين شعرات حلوين بس طلع غنيت منيح غنيت منيح شعرات حلوين 3-4 غنيت منيح واحد مثلا زي ما اتضح يوم من النوم عايشين البطانيه عندكم فلي منها كل شيء احنا كل احنا لسه متمسكين مع بعضين لسه فلي منه واحد بس لسه انا عايز خزانه يا عم كله خايفين متخيلين الشباب عندنا عاملين ازاي متخيلين ان هم طموحهم ان واحد يمشي عشان الخزانه يعني اذا واقف شاب وبنت بيصوت للبنت اذا واقف شاب وبنت بصوت لبلد يعني لو مين ما كانت بدي خزانة بصوت لحنان لأنه محمد أنا بحبك بس عايز خزانة بس راح تركز حي تقول في البرايم شو تقول بدي خزانة في عالم تعملها أحلى سعد أحلى عباس أحلى إيهاب أحلى سهيلة ناطرة حالة هيك حنان هلا بدي زقفوني لا انت لازم تعطي دروس كيف بيناموا العالم انا يا ابني انت يا ابني انت الوحيد والله العظيم ما بهزر مش انا بقى انت الوحيد اللي لما بتنام على المخده بتروح بتموت نام بتموت فعلا تروح في غيبوبه ما بعرف كيف كنت ترتاح انت كيف ايدك هون هيك وغفيان احلى حاجه السيمفونيه بتتعمل بالليل انا مرتب حالي انه تما احس انه انا اوكي بنام هيك اوكي بالضبط هون ايد هون وايد بالجارور واجر عندي واجر عند سعد وغفيان مش اخر واحلى حاجه السيمفونيه اللي بتتعمل يعني تصحى من النوم كده لوحدك انت يا خليل والله كلكم انا نمت بعدك استنى طب ثانيه انت اخر انت ما خليتنيش طب والله العظيم ما انت عملت كده طب والله العظيم عملت وانت وانت انا وعباس شايفين اول جمعه استنى استنى بالتمبو بالتمبو طب يا جماعه بلاش اقول لهم على الاصوات الثانيه لا خلينا سكت بلاش بقى اتكلم على الاصوات الثانيه وانت دايما متخانق مع حد في النوم دايما والله العظيم طب انا هقول لك على حاجه انت بتعملها والله انا هقول لك على حاجه انت بتعملها وانت نايم عارف تمارين النفس اللي احنا بنعملها عشان نغني انت بتعملها عشان تشخر
ويحط ايده على بطنه. والله العظيم ما بهزر. انت 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 ما تتكلمش على الشيخين. انت شيخيك شيخير شيخير. لا موسيقي موسيقي. طيب يا عم الودن حلوه حبيبي. ايه انت انت مغطى كلك بالهيدا عرقان من هون كلك هيك كانه كانه وصل وجهك من هون. ايه تنفخ. لا لا وقلب بعد كده بتشله بقى. يعني اذا ايام بيعمل اثنين بس. يا حرام يا يوسف. يوسف كان بينام على الكومودينا. بتعرف على الكومودينا لحد مش في حد الجواريه صغير صغير بحط راسه عليا نصه على التخر وايده بالجرور. لا لا مثلا اخذ الشكل ده مثلا المثلث بتاع اخذ الشكل هنا. يعني نسيم بينام على بطنه. لا 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 نسيم يكون ميت بيتغطى بس بيتغطى بالبتاع بالعرض يعني بتبقى مغطيه كده. لا بحط الحافه وراسه بره اقسم بالله ما مره مغطي كده وعامل بوزيسيون بتاع هادي بوزيسيون هادي ولازم يكون رجليه لابسه اخر السنين هنا ورجليه ايده هيك وايده هيك بحب يسيطر يعني حاضن السرير هو بلا ما يعمل شيء حاضن السرير. لا انيس مثلا من الناحيه الثانيه دي مره واحده بعمل الله العظيم انا شفتها قدام عيني نط نط ورغم كل شيء يعني بيبرم 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 من تحت الحاف مش انه بيقلب الحاف عنه بيعمل عارف الفطيره لما تشيل من تحتها معلم بس بيقوم بيغسل وجهه بيحك اسنانه اسمع اسمع بتفتكر انه حي بيرجع لنا بيرجع لنا بس هيغسل سنانه حدا طبيعي عنه والله العظيم ما حدا طبيعي ما حدا طبيعي ما حدا ما حدا ما حدا النهارده انا عامل بقول انيس يلا قوم انيس يلا قوم مين مين يا انيس اه انيس يلا يا بابا يلا قوم نايم ثانيه بس طب كويس طب كويس انا في مره بصحيه لقيته بيكلمني فرنساوي والله انيس ما تخش خلاص انا سامع انيس قوم حبيبي الله يرحمك يا حاجات غريبه بتاعتك لازم شي نهار نحط البنات بتهن ونايمين بالتخت ونكبهم على الدرج نعمل حاجه حلوه بس ادونا فرصتنا ادونا فرصتنا نصحى بدري مره شباب من هلا بنعين اثنين حرس ننام نوع بنبدل بعض شو حلو الصباح زوينه زوينه الصباح سبحان الله عن جد لعبت عليك دائما وعوق قبل بربع ساعه من المديك احنا ناسنا اللي هو بقى ينط لك اللي هو بقى عقلك انت بتنسي نفسك جوا السكيورتي ما تمارس كامل هو السكيورتي عن بعض ومسكوت عليه عشان فتن عليه انت قلت له ايه خلص بده فيك انت منيح انا حبيتها غنيت منيح غنيت منيح بريك صغير ومنتابع نشاطات الطلاب بالاكاديميه المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي زارت الطلاب لتقدم لهم حصة جديدة من النصائح الغذائية ومثل العادة حملت للصف مفاجآت عديدة. أوكي أوكي يلا بدنا نقعد كومبيتيشن بنات بليز اصطفوا هنا شباب بليز اصطفوا هنا بتساعوا هلا بتبرموا واحده الشباب ازرق حط الدفتر الشباب بيطلع لون بويسي بويسي بدي أخبركم شغلة هلأ أوكي عنا تحدي بين البنات والشباب بس تقلكم شغلة هلأ رح هني سيريز أسئلة عدة أسئلة رح تتشاوروا بين بعضكم لحتى تشوفوا لحتى تجاوبوا الجواب الصح بس السؤال هو الفريق يلي بيخسر أو الفريق يلي بيربح شو بيربح؟ ترارارا
فريق اللي بيربح بيربح انه يقعد يتستت على الفوتاي يرتاح، بينما الفريق الخسران مش ضروري البنات يعني، فريق الخسران معقول هيك ومعقول هيك، بقوم معي على المطبخ بيعمل هوت شوكليت للفريق الربحان. يعني الفريق الخسران شم ولا تذوق؟ لا شم ولا تذوق؟ يلا يلا. السؤال هو انه هل يا ترى الافوكا يس اور نو بتحمي من مدار أشعة الشمس؟ شو قالت لأبو غابو الشمس؟ شو؟ قرر ليه؟ شفون بحطها أوقات كريم هون أبو كامل؟ يس 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 يقول أنا أقعد بحطوها عوش الماس كريمتها يحموها حالنا من الشمس. ركزوا أوكي؟ أكتر نوع فاست فود أكتر نوع فاست فود بيتاكل حول العالم كل سنة هو البيتزا يس أور نو؟ لا لا ويت 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 شباب شباب فيتامين سي. اوكي فيتامين سي بتعرف شو الفيتامين سي يلي الجسم بحاجه لها. اوكي بنلاقيها كل يوم اكثر شيء ب 1 كوب عصير، 2 كوب بروكلي، 3 راس بطاطا. بروكلي الخضرة مثل القرنبيط الخضرة راس بطاطا. صراحة في احتمالين، يا عصير يا فكرة. خلينا يا بروكلي يا بروكلي لأنه التلاتة لا. فيتامين سي أكتر شيء موجود اللي الجسم بحاجة له كل يوم، أكتر شيء موجود بكوب عصير أو بالبروكلي. عرفتها حيا العصير أو بروكلي أو كوب بروكلي أو راس بطاطا. لا أكيد بطاطا. لا هو البطاطا بس تقلكن هول تلاتتهم فيهم فيتامين سي. بطاطا في فيتامين سي، البروكلي فيها فيتامين سي، واكيد العصير فيه فيتامين سي. بس شو اكثر شيء؟ البروكلي. صح. اوكي الكالسيوم. اوكي الكالسيوم موجود اكثر شيء ب 1 كوب حليب. اوكي 2 كمشه لوز ني. كمشه لوز 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 ني يعني مش محمصة. او 3 تين مجفف. كوب حليب لبن. لا 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 شو كم شت لوز ني؟ صح حليب. السؤال الأخير هيدا بس لا استني جاوبوا بين بعضكم وروحوا خبروه. ايه رح اعطيكم خبروه. رح اعطيكم كمان 3 احتمالات. اوكي 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 يلا رجعي بدنا. اوكي ريدي يلا وانا بدي اروح اقول لك بس تقولي سؤال رمي. اوكي اسكت انت حياتي. مادة السلفوروفين. باي ما بتفرق ما مهم ما مهم. مادة معينة موجودة بقلب صنف معين من الأكل بتساعد على محاربة مرض السرطان. أوكي هل يا ترى هيدي المادة موجودة ب 1 بروكلي؟ صرتوا تعرفوا شو البروكلي. 2 مثل القرنبيط الأخضر. 2 ملفوف. 3 الشاي. بروكلي ملفوف أو شاي. فكروا كتير منيح. خلاص قلنا بروكلي. خلاص ستوب. انت تزينك على البنات يا خضر. الامتحان الأسبوعي محطة فاصلة عند الطلاب مش لأنه فيها بيتقرر مصيرهم بس، لكن كمان أسبوعياً بيلاقوا الطلاب حالهم أمام تحدي جديد لاختبار مواهبهم.
كلوديا زارت الطلاب لتعطيهم موضوع الإيفال. اسمعوا ملا صوت، شو هالحلم هيدا اللي اسمه فيروز، شو هالحلم الرائع يلي عشناه، شو هالهدية. صرت تحب الموسيقى العربية. شو هالهدية. اهلا اهلا اهلا. طيب ما رح فوت انا بالبرايم. ليه؟ لا لا انا برايي انه انتو اهلين هايدي اهلا حبيبتك، انتو كانتو احسن مره باحسن برايم. وجاي انتو كاشخاص كاصوات كبرفورمانس على المسرح كوجود، بضل في تفاصيل صغيره بس احسن مره. يعني احسن اذا انا بدي فرجي حدا مش حضركم بعد بدي يقول لي كيف تلاميذ السنه بفرجي هيدا البرايم. انا هيدا رايي. يعني بالنسبه للايفال اللي جاي، انتو بتعرفوا انه مرق بعالم الغنى بالعالم وبالشرق فرق كتير حلوة، فرق وعملت خضات بالعالم، من البيتلز للبوني ام للابا لكل هالفرق هيدي. يعني نحنا اليوم مسائبين 15 صرتو، يعني اذا بدنا نعتبر 3-3 بنعمل 5 فرق. طيب بدنا نعمل 5 فرق. كل فرقة إلى اسمها وإلى الأبياج تبعها، كله ستايل تبعها، شو بيلبسوا، شو بيغنوا، يمكن راب يمكن عربي يمكن غربي، يمكن شو الكوز تبعهم، شو لمين بيغنوا، لشو بيغنوا عادة، يعني شو بهمهم، مواضيع أغانيهم عن شو بتحكي. مش أنتوا رح تخترعوا أغاني بس نقوا أغاني تشبه هيدا، وبدكم تعملوا لنا 5-6 دقايق عرض. بهمني اعرف منكم شو هي الفرقه، شو اسمها. يعني انت بتسالينا شو الفرقه؟ لا لا انتو حدا منا يعني انتو شو هي الفرقه، شو اسمكم، قديش لكم بتغنوا، لمين بتغنوا، ليش عملتوا فرقه، بدكم اياه. وفيكم ما تقولوا شيء بس انا على القليل بدي اعرف شو اسم هالفرقه. طالع على بالي شوف 5 فرق طالعين منكم، انا ما رح اعطي حكم على الفرقه كلها، بدي اعطي حكم على كل واحد بهالفرقه. اوكي حاضر. صعب كثير؟ صعب لا ولو حلو. يلي عمل الايفال الماضي ما بيعمل هيدا الايفال؟ بلا اكيد فيكم تغلطوا كذا غنيه، فيكم تعملوا استعراض 5-6 دقائق حكي وغنيه وهو بغني وبغني الثاني وبغني الثاني وبغنوا مع بعضهم. إيه شو هيك 5-6 دقائق شو لهالثلاثه. بس الفرقه المفروض انها بتناقش موضوع معين. لا ما بالضروره، يعني يكون هي اصلا ما بالضروره. انا عم هين عليكم لانه عاده هيك بصير. اوكي ركبت ركبت قصه. خلص عملتوا فرق. يلا بتمنى مشاهدينا تكونوا قضيتوا معنا اوقات ممتعه. لاقوني بكره بنفس الوقت تنكون مع اخر اخبار الطلاب. باي باي. علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيتي في حالي كيفاش ندوم يا حلالي، علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيتي في حالي كيفاش ندوم يا حلالي، وعلاش يا نايم خليتني نايم، وعلاش يا نايم خليتني نايم هايم في جروحي، حبك يا ظالم تغير وحاكم حاكم في جروحي، كنتني وعديتني قل علاش، مشيتي وخليتني قل علاش قل علاش، والنوم ما حلاش اقول علاش والنوم ما حلاش، وعلاش يا غزالي خليتني بنوحي هايم في جروحي.